هيدي دخيل صوتك شو بيفوت على قلبك دخيله كتير حلو صوتك يعني سبحان الله بيعطيك هالخامة وبتعرف تستعمليها وبتوصلنا بأول شي برافو اللي بحبه فيك إنك بتروح يعني بيعطوك الأساتذة تبعك بيعطوك شغلة فيها فيها تحدي هالقد أنت تغني لبناني أنت مصرية صعب جدا وأنا إذا بحكي مصري بيطلع جلق وسائل يعني بس إنه نحنا متشابه بالحكي العربي بس بعاد عن قصة اللكنة نحنا كلبنانية طريقة الحكي تبعنا بتفرق فبالنسبة بالحكي صعب كيف المغنى فأنا بالنسبة لي أول شيء بدي هنيكي على الجرأة اللي عندك إياها تقبل تحدي من الأساتذة يعطوك غنية لبنانية وتغنيها بهيدي الجمالية بعد ست فيروز خلينا نكون واقعيين لأنه مين ما غني بعد فيروز بيسقط بالنسبة لي فخلنا نكون ذكية بالموضوع اللي عملتيه أنت هو صحيح جدا أنك ما تفلسفتي على فيروز برافو ست فيروز نحن عطول مطلب هذا الشيء وأنا بطلبه بليز ما تتفلسفوا على المطرب اللي هو أوريدي حاطت حاله بالغنية وإحنا أول ما سمعناها بحياتنا سمعناها من ست فيروز الحان أستاذ ياسر حباني وسمعناها أول مرة بحياتنا بهالطريقة رسمت براسنا بهالطريقة تقبلها منك أنت بنت مصرية جاية من غير بيئة يا حبيبتي عم تغني فيروز which is I think يعني تحدي كبير حبيته منك اللي بدي أقوله شغلة واحدة بس الدخول كان تبعك شوية ضعيف هلا بدي أنتقدك شوية بتفصيل أني بحبك خلينا نكون واقعيين بدي أكون حاب شخص كتير وحاسس عنده تلون كتير بدي فوت معه أكتر بالتفاصيل ما بدي أحكيه بالصورة العامة اللي بنحكيها إذا شغل إذا أداء كان عاطل الأداء كان حلو كتير بس دخول كان ضعيف في محلات بالكورس بلشت تسيبي أكتر يعني بالكورس يعني هو المذهب بلشت تسيبي أكتر نوتات وتحسي بس أنا كان بدي مثلا ليكي بس هيدي كمان تجي مع الوقت لأنه اللبناني وخاصة الأغاني اللي بنعرفها نحن والعلاقة بالرحباني in general في اتيتود معينة بالمغنى الاتيتود هي بتكون يعني مثلا يا سنين اللي راح ترجعي لي هيدي النطعة بالآخر تعيني ناطرين ما هيدي النزلة بالآخر بتروح الاتاك تبع الغنية ما هي النوت اوريدي عالية يعني الملحن قاصد يطلع هالنوت العالية لتعطي هالباور نحس معك نحن وصي عنا ابشعر بدلنا مثل ما بيقولوا يا سنين اللي راح ترجعي لي هيدي ولا مره مرقت معك ناطره تقول يا شي محل قلت انا يمكن خايفه اول شيء وكذا ومبينين معيونك انه في شويه خوف بس انه برافو هيدي انا بحبك ما بعرف ليه شغله ثانيه ديفو بعد بدي اقول لك اياه كمان لانه بحبك يا ديفو بدي اقول لك ديفو بدي تشتغل على الاكتينج سكيلز تبعك يعني ميزان سين تبعك انا اكيد بعدك برات السين يعني وقفتك فينال بالاخر كثير ضعيفه هيدي مدت الايد هيك It was too much acting. Over acting. Pardon. كنت عايز أقول التحيات للآخر بس كان لازم أبدل المايك. إنه إيه have to like إنه يعني هيك تعملي أكتر هيك فيها flow أكتر فيها سلاسة فيها كانت شوية تمثيل القفلة ونحن بتعرفي تبقى براس المشاهد وعم بيسمع على القفلة على طول بنزقف على القفلة أكتر من على الأداء كذا. فبليز موضوع قصة تمثيل مع المغنى هو اساس وهذا حلو بستار اكاديمي انا بستار اكاديمي يو كان بي جود اكترس كمان ويو هاف تو بي جود اكترس مش بس صوت ووقفه مسرح بده تكون في كمان عندك كاركتر بالتمثيل فبليز اشتغل على الموضوع بس برافو هيدي بحبك كثير